هي بقى ان في منطقه صناعيه رابعه في الوسنة لسه ما بنفكر فيها. طب يا فندم، حجم المشروعات اللي حضرتك مقررها او مقرر اقامتها في المحافظه حوالي يعني؟ مش فاهم السؤال. في حجم مشروعات؟ لا يعني كم عدد او كم الهائل من المشروعات اللي حضرتك بتفكر فيها يعني حضرتك تنشئه في المحافظه؟ والله انا مش بنشئ، انا بفتح الافق. يعني انا المنطقه الصناعيه مثلا انا مش حد مين بيجي فيها. بس الحاجه الوحيده اللي حددها ايه؟ ان الاستثمار يبقى استثمار زراعي. يعني ما يجيش واحد حي يصب لها مصنع عندك. اقول لا، مدينه سيد موجوده. ما تعملش عندي انا. انا عايز مصانع تخدم البيئه الزراعيه. تخدم البيئه اللي موجوده دي. البيئه دي بيئه عطشانه. اولا ولادها عايزين يشتغلوا. ثانيا ما فيهاش اقتصاد واقف، لان يعني كل اقتصادها